السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء حصري بين الإعلامية منى أبو شنب ومع أم محمد عادل قاتل نيرة. أول مرة تطلع علينا السيدة، هي حالتها الصحية تعبانة وكانت عايزة تأجل اللقاء، ولكن الأستاذة منى أبو شنب صممت على لقاء النهاردة عشان ترد على الأسئلة، عشان في سيدات بتخرج على أنها أم محمد عادل، فهي عايزة ناس تعرف إيه الحقيقة منها وعن حياة محمد عادل قبل ارتكابه للجريمة. طبعا هي كأم بتدافع عن ابنها، بتقول ابني طيب، ابني انطوائي، ابني عمره ما مسك سكينة، عمره ما سافر مصر وبات هناك، ولا عمره اشتغل في القاهرة. طبعا ده كلام دوت بينافي اللي قاله محمد عادل، ان هو كان بينزل القاهرة وان هو اجر شقة لنيرة. الكلام ده بيبقى خلاف اللي هو قاله محمد عادل. الحاجة التانية، انا ابني ما كانش معاها جراب يوم ما خرج يوم الجريمة، ما كانش معاه جراب. طبعا محمد عادل انا اللي كان معايا جراب يوميها، فكلام دوت ينفي كلام محمد عادل، في تضاد. بيتأكد اللي احنا شفناه بعنينا ان السكينة جات له يوميها لحظة الجريمة، لنولها له ابو فلنا صفرة. محمد عادل خرج من بيت امه وابوه من غير ما يكون معاه حاجة، اللي مسكها في لحظة الجريمة دي جات له في اللحظة دي من ابو فلنا صفرة، واللي احنا كلنا شاكين ان هو يكون قريب نيرة اشرف، ولكن مفيش حاجه تثبت حتى الان. وكأن محمد عادل هو اللي هيشيل الليله، وابو فلينا صفرة دوت مفيش اي تاكيد عليه هو مين بالظبط، ومحمد ما اعترفش، وكأنه هو خايف على اسرته. لو اعلن عن اللي كان معاه دوت فخايف على اسرته وصيبها اي ضرر في غيابه. بتقول ان انا رد ليا الروح لما عرفت ان الاستاذ فريد الدين مسك قضيه محمد، وكمان لما عرفت ان الناس متعاطفه مع محمد، وده شيء سعدني جدا. اتمنى ان الاستاذ فريد الدين بيعتبر ان هو يعني زي ابنه ويدافع عنه عشان ينجو من العقوبه ديت. لو شفت محمد هعمل ايه؟ قالت هاخده في حضني وهقول له يا محمد انت ظلمتنا وظلمت نفسك. دي ام بسيطه، ام الزمن جه عليها، ابنها جه عليها. هي طبعا بتقول ان هو ما كانش بيمد ايده عليا ولا عمره ضربنا، رغم ان شهاده الشهود قالت ان هو والجيران قالوا ان هو كان بيضربهم وكان بيمد ايده عليهم، لكن ده شيء طبيعي يظهر من اي ام. اللقاء ده ما فاتش محمد عادل، ولكن اكد الشكوك ان في واحد اعطاه السكينه لحظه الجريمه، ان محمد عادل ما اشتغلش في القاهره، ان محمد عادل ما كانش مع نيرة وبيبات معاها بره في القاهرة. أم قالت له عمره ما بات بره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.